عمل مستمر لتحسين البنية التحتية بمدينة تعز التي بدأت خلال الأشهر الماضية عملاً كبيراً بالكثير من الأحياء السكنية، مما يحسن من مظهر المدينة وينهي مشاكل طفح الصرف الصحي الذي يعاني منه المواطنين. هذه كلها أعمال ترميمات لبعض شبكات المجاري داخل المدينة، طبعاً التمويل من المنظمات بإشراف مؤسسة المياه، وعمل مكتب الأشغال هو الإشراف على القطع وإعادة الرد بحيث أنه يعاد الشوارع بحسب المواصفات المتبعة. عندما في عمل ترميم مشروع تقع في بعض مواقف الفرزات ولا الأماكن الأخرى خلال احتمال تبدأ من بعد رمضان. منطقة الضبوعة وحي الجمهوري وعقبة مفرح والمسبح والتحرير الأسفل ومكتب النقل وجوار جامعة تعز وبير باشا والمدينة القديمة ووادي المدام، كلها مناطق عمل هذه الأيام يشاهدها المواطن ويشعر بالأمل بأن مستقبل الأيام ستأتي بالأفضل. هناك توجه من قيادة السلطة المحلية ومكتب التخطيط في التوجه في المشاريع إلى المشاريع المستدامة والمشاريع التي تلامس المواطنين وتخفف المعاناة، بدلا من المشاريع الطارئة والتي لا تحقق أثر ملموس. فتم التوجيه المشاريع إلى هذا من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2022-2024 وخطة الاحتياجات. الإغاثة الطارئة استبدلت بالمستدامة كتوجه من السلطة المحلية ومكتب التخطيط الذي وضع رؤيته التنموية للأعوام 2022-2024 ميلادية لتحويل كل الدعم القادم للمحافظة من المنظمات والدول لإعادة بناء البنية التحتية في المجالات المختلفة.